هذه الاتفاقية اللي وقعناها بين وزارة الداخلية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وزارة الصحة، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، الهدف منها بالأساس هو المساهمة في دعم برامج وزارة الصحة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل عبر تعزيز ديال البنيات الصحية الجماعتية، ومن خلال كذلك تقوية الدور ديال الأنظمة الصحية الأولية. هنا كنسطر على المراكز الصحية الأولية، دور الولادة، ولكن كذلك دور الأمومة اللي غيتم إعادة التموقع ديالها في هذه المنظومة ديال صحة الأم والطفل. كذلك الاهتمام بشكل قوي بالتغذية، بمواجهة الفقر أو نقص التغذية اللي كيأثر على النمو ديال الطفل وعلى كذلك التمدرس ديالو. وهذا الشيء غيهم، هذا البرنامج غيهم الطفل من التصميم ديالو، يعني من الحمل الى الالف اليوم الاولى او حتى السنوات الاولى من الحياه ديالو، باش نضمنوا له واحد الترعرع في متوازن من اجل اندماج في المستقبل اقوى. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.